فوائد شرح كتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم لابن تيمية. قال: كما أخبرنا الله عن بني إسرائيل من مخالفتهم أمر موسى في الجهاد وغيره، وفي كثرة سؤالهم عن صفات البقرة. نعم، بنو إسرائيل من شأنهم التكلف، كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبياء. على أنبيائهم. لما أمرهم الله في قصة القتيل في بني إسرائيل، قتل قتيل فجهل قاتله، جهل قاتله. قاتله من هو، ويقال إنه كان الرجل ثريا، فأراد ابن عمه أن يستعجل موته فقتله من أجل أن يأخذ ماله وأن يرثه، لكنه قتله خفية، ما يعلم من هو قاتله. فاختصم فيه بنو إسرائيل عند موسى عليه السلام، فأوحى الله إلى موسى أن يأمرهم أن يذبحوا بقرة، أن يذبحوا بقرة وأن يضربوه بجزء منها، يضرب القتيل بجزء منها، وسينطقه الله ويبين من هو الذي قتله. فلو أنهم بادروا بذبح بقرة، أي بقرة، لحصل المقصود، لكنهم تعنتوا وأكثروا الأسئلة، فشدد الله عليه. وإذ قال موسى لقومه: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتتخذنا هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. فشوف أول موقف لهم أنهم سخروا من نبيهم عليه الصلاة والسلام، وظنوا أنه يسخر منهم. وهل الأنبياء يسخرون من الناس؟ هذا دليل، نعم، هذا دليل على سوء أدبهم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. أتتخذونه هزوا، يعني كأنهم ما وثقوا به. كان الواجب أن يمتثلوا ويبادروا، لأنه رسول الله، هذا هو الواجب. هذا أول موقف لهم، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. لأن السخرية بالناس والسخرية بالمؤمنين إنما هي فعل الجهال، وهذا لا يليق بالرسل عليهم، لا يليق بالمؤمن فضلا عن الرسول فضلا عن الكليم عليه الصلاة والسلام. تتخذونه هزوا، قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك. شوف، هذا أول المشقة، عوان بين، متى يجدون هذه؟ لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، بين الفارض والبكر، يعني بين الصغيرة والمسنة. فافعلوا ما تؤمرون، نصحهم بأن يبادروا، يتركوا الأسئلة، لكنهم لم يمتثلوا. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء. ضيقها عن الأول، الله أكبر، كل ما يسألون ضيق عليهم. إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. شوف، ضيق عن الأول بسبب السؤال. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. يقول العلماء: لولا أنهم قالوا إن شاء الله لما اهتدوا أبدا. الله أكبر. نعم، إنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. متى يجدون هذه؟ ليس فيها لون آخر غير السواد، ليس لا شية فيها، يعني ليس فيها عيب، الله أعلم، ليس شية يعني عيب، أو أنه ليس فيها لون غير لون معين لا شيء فيها. قالوا: الآن جئت بالحق، يعني من الأول ما جاء بالحق. شوف يعني تهكمهم بالأنبياء، وهذه طبيعة بني إسرائيل إلى الآن، نسأل الله العافية، مع البشر كلهم، فكيف مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. قالوا: الآن جئت بالحق، فذبحوها وما كادوا يفعلون. تشدد الأمر عليهم بسبب أسئلتهم. فلو أنهم بادروا من أول الأمر وأخذوا أي بقرة، لأنه قال أن تذبحوا بقرة، ولم يحدد لا سنا ولا لونا ولا صفة، أي بقرة. لو أنهم ذبحوها من الأول وسهلوا على أنفسهم لسهل الله عليهم، لكنهم شددوا، فشدد الله عليهم، فذبحوها وما كادوا يفعلون. فقلنا اضربوه ببعضها، لما ذبحوها ضربوه بجزء منها، فقال: قتلني فلان. وهذا من المعجزات، من معجزات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام.